إذن الملف الأمريكي الروسي، هل يشهد تحرك بعد انتهاء الحرب الباردة؟ هل يشهد تحرك يهدئ من التوترات المتبادلة بين الجانبين؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذا الحوار. بينضم لنا هاتفيا أستاذ دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، متخصص شأن الأمريكية. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. عليك يا رب وعلى كل مشاهدي قناة النيل الأخبار. يا رب، بداية، هل تعتقد أو إلى أي مدى تمثل هذه المحادثة التي استمرت 50 دقيقة تمثل يعني حجرة تم إلقائها أو تم إلقاؤها من أجل تحريك المياه الراكدة بين الجانبين الأمريكي الروسي، سيما وأن هناك تصريحات أن يعني بداية العلاقات أو أنها خلقت خلفية جيدة، هذا من الجانب الروسي، ومن الجانب الأمريكي أن ممكن يكون في يعني أمل من خلال اللقاءات الدبلوماسية المقبلة اللي هتبدأ إن شاء الله مطلع يناير؟ يعني في الواقع أن هذه المكالمة الكبيرة في الوقت حقيقة هي تعد امتداد للقمة التي عقدت منذ أسابيع بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن في إطار تأسيس وترسيخ ووضع حجر أساس لما يسمى دبلوماسية القنوات المفتوحة، سواء عبر الاتصال أو عبر المواجهة أو عبر الفيديو، لإدارة الاختلافات والتوترات بين الجانبين بحيث يمنع خروج هذه التوترات عن السيطرة أو وصولها لمرحلة حاسة الهوية والصدام. بالطبع هناك تناقضات جوهرية في المصالح بين الجانبين، لكن على الأقل هناك رغبة في إدارة هذه الخلافات والاختلافات بما يستطيع كل طرف أن يوصل رسالة للطرف الآخر في إطار ما يسمى سياسة العصا والجزر التي يستخدمها كل طرف. أمريكا لديها أهداف ورسائل أراد الرئيس بايدن أن يوصلها من خلال هذه القمة للرئيس بوتين، وهي دفاع عن أمن أوكرانيا، أوكرانيا خط أحمر، تحذير روسيا من أي تحركات عسكرية، لكن في المقابل أيضا قام الرئيس بوتين بإيصال رسائل روسيا الرابعة أيضا، وهي وضع خطوط حمراء، عدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وعدم وضع قواعد صواريخ ومنظومات صواريخ أمريكية والحلف الناتو في اوكرانيا او دول البلطيق التي تمثل تهديد مباشر للامن القومي الروسي، ايضا رفض مفهوم سلاح العقوبات الذي يعد سلاح مفضل لدى الادارات الامريكيه في التعامل مع الخصوم خاصه روسيا والصين، وتاكيد روسيا على ان هذه العقوبات سوف تضر بالمصالح بين الجانبين. انا في اعتقادي ان الدلاله المهمه هو ان تغليب لغه الحوار تعد هي الافضل في اداره هذه الصراعات، وان هناك حرص حقيقه من جانب روسيا ورئيس بوتين لتبريد مستوى السخونه مع تاكيد ان هناك متغيرات جديده، تفاعلات جديده، يقول ان روسيا اليوم ليست روسيا الان، ليست روسيا كما عندما نجح حلف الناتو في ضم دول البلطيق الى الحلف وايضا تمدد شرقا، وكان في لحظه ضعف روسيا، الان روسيا هي طرف فاعل في النظام الدولي، طرف فاعل في الامن الاوروبي، طرف فاعل في اداره الكثير من الازمات، وبالتالي هنا التعامل بنوع من النديه ونوع من استخدام سلاح السلاح المضاد سواء العقوبات او سلاح او الاجهزه العسكريه، وبالتالي هنا الغرب يتعامل مع روسيا الان من منطلق مختلف ربما عما كان في السابق. صحيح، المكالمه بين الجانبين وحضرتك قلت ان هي امتداد للقمه السابقه، الا ان كل طرف اجرى هذه المكالمه الهاتفيه ولديه مجموعه من الملفات والرسائل اللي اراد ايصالها للطرف الاخر ومجموعه من المصالح. يعني امريكا مثلا تريد ان تستفيد بشكل او باخر من العلاقات الروسيه الصينيه على صعيد تعزيز الموقف الاقتصادي الامريكي في مجابهه طبعا الزحف الصيني الكبير، كذلك تريد أن تستفيد من العلاقات الروسية الإيرانية من أجل عودة للاتفاق النووي، في حين أن روسيا تدخل أيضا هذه المحادثات على سبيل أو على أمل الحصول على يعني بداية من فك الحصار والقيود اللي ممكن تفرضها أمريكا على روسيا من جانب، ومن جانب آخر أنها تحقق تطلق يدها فيما له علاقة بأوكرانيا، لأن أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا أو عمق أمني واستراتيجي بالنسبة لروسيا. كيف تنظر لهذه المصالح التي قد تبدو متضاربة ولكنها تم طرحها من خلال هذه المحادثة؟ نعم يا سيدتي، كل طرف لديه مصالح، أو يعني هي قمة حقيقية أو نوصفها بما يسمى الترويض من جانب الطرف الآخر. الرئيس بايدن يريد أن يروض روسيا في إطار أولا فك الاشتباك ما بين
روسيا والصين، حتى تنفرد امريكا في مواجهه الصين اقتصاديا واستراتيجيا، لان التحالف الصيني الروسي يمثل قوه اضافه للصين ويمثل تحدي كبير للجانب الامريكي. وفي هذه النقطه تحديدا انا اعتقد ان بوتين سيفشل، او بايدن عفوا سيفشل في فتح هذا التشابك، لانه متعلق بصراع على النظام الدولي. الصين وروسيا تريدان نظام دولي متعدد الاطراف يتحالفان معا رغم اختلاف مصالحهما في بعض الملفات، الا انهما يتفقان على ضروره انهاء الهيمنه والحاديه الافقيه لقياده امريكا على النظام الدولي. وبالتالي هنا روسيا تحتاج الصين في مواجهه هذه التمدد في امريكا، وايضا في سياسه التحالفات الامريكيه مع الجانب الاوروبي مع حلف الناتو لتحجيم روسيا. روسيا ايضا مكبله بالعقوبات التي ارهقت الاقتصاد الروسي، وهي ايضا تحتاج الى رفع هذه العقوبات الى تفعيل، وهذه ايضا اوراق ضغط خاصه فيما يتعلق بامن الطاقه وتصدير الغاز الى اوروبا وهنا التنافس مع امريكا. في المقابل امريكا ايضا هي تحاول ان تحشد الجانب الاوروبي حلف الناتو تحت مبرر ان هناك تهديدات روسيه عسكريه على الاقل لتحجيم الصعود والنفوذ الروس من ناحيه، وايضا بالضروره النفوذ الصيني. لكن هنا ايضا نقطه مهمه، ان الجانب الاوروبي وحلف الناتو لا يتفق بشكل مباشر وتماما مع الجانب الامريكي في اي تصعيد عسكري مع روسيا، ويميلان الى ربما الحوار او الى الضغوط العسكريه فقط. لكن القضيه هنا ان هناك صراع مصالح تستمر. امريكا تريد ان تستخدم وتوظف كما اشرت الدور الروسي والعلاقات الروسيه الايرانيه القويه في انجاز ودفع البرنامج النووي الايراني المفاوضات المتعثره بعد 8 جولات، ايضا فيما يتعلق به ايضا مواجهه الارهاب، اداره الازمات في افغانستان بعد صعود طالبان في منطقه الشرق الاوسط، يعني في اطار نظريه المسارات المتقاطعه والملفات التي متقاطعه، بل هناك تناقضات في مصالح، لكن هناك ربما مساحات يمكن التعاون المشترك بينهما بين الجانبين، سواء في المجال الاقتصادي او في مجال طبيعه المناخ او جائحه كورونا او بعض الازمات وبعض الملفات. نعم. لكن هذا لا يعني ان هناك تطبيع او على الاقل تقارب، لكن هو في اطار اداره والتعايش المصالح بين الجانبين. نتحدث عن، وحضرتك تتحدث عن ربما يكون هناك اشكال من اشكال التعاون خلال الفتره القادمه، ربما ترجمه ذلك يتحقق من خلال الاتصالات المقبله او المتوقعه في شهر يناير بدءا من 9 و10 يناير، هتكون يعني اتصالات على مستوى ادنى بين ممثلين من الدولتين وممثلين من التكتلات اللي الدولتين اطراف بداخلها. الى اي مدى هذه اللقاءات الدبلوماسيه يمكن ان تخلق حاله من توافق الرؤى او تقارب المصالح بين الطرفين؟ انا في اعتقادي ان هذه اللقاءات سواء بين روسيا من جانب وامريكا او منظمه الامن والتعاون الاوروبي التي تضم امريكا ودول في حلف الناتو وغيرها، سيغلب عليها الطابع الامني والاستراتيجي اكثر منه الدبلوماسيه او الاقتصاديه، بمعنى ان روسيا قلقت حقيقه من وجود وتمدد حلف الناتو شرقا، في وجود منظومات دفاعيه امريكيه والناتو بالقرب من حدود روسيا. انا اعتقد ان هذا ان روسيا ستضع ربما ايضا خطوط حمراء فيما يتعلق بفرض الرؤى حول ان تكون هناك مسافه كبيره على الاقل لهذه المنظومات بما لا يهدد روسيا. اعتقد ايضا ان الغرب وحلف الناتو ومنظمه الامن والتعاون الاوروبي ربما ستحصل على ضمانات على الاقل من روسيا بعدم التصعيد في اوكرانيا وعدم ضم اوكرانيا، وعلى الاقل يعني سحب الحشود الروسيه بالقرب من اوكرانيا على الاقل تبريد هذا الامر. بمعنى اخر يعني اذا ظل الملف في اطار يعني العوده الى ما قبل التوتر الاخير، بمعنى الايقاع الوضع كما هو عليه، روسيا تظل لا تقترب من اوكرانيا وضم اوكرانيا بمقابل ان يتراجع الغرب والناتو عن دي نقطة يا دكتور، دي نقطة يا دكتور اسمح لي. طبعا بالتاكيد هي نقطة خلافية، يعني موسكو بتحرك بالفعل قواتها وحشودها بالقرب من على الحدود الأوكرانية، وأوكرانيا بتتسلح بالقوات الغربية، الأمرين بيثير كل طرف، يعني سواء الحشود الروسية بتثير الجانب الغربي وكذلك التسلح الغربي الأوكراني من جانب الغرب أو المجتمع الغربي والدول الغربية بيثير إزعاج روسيا، وهي نقطة خلافية. هل تتوقع ان ممكن يعني يكون في حلحله لهذا الامر في الافق قد تبدو بعد هذه المحادثه الهاتفيه؟ يعني رغم ان كل طرف من ثم يعني هي ما يقول الفك المتبادل، بمعنى ان تتوقف روسيا عن الحشود وعدم تزويد المعارضين والمتمردين في شرق اوكرانيا في دونيتسك دونباس بالاسلحه، مقابل ان يتوقف الغرب عن دعم الحكومه الاوكرانيه ايضا بالاسلحه او عدم رشد طريق.
لكن انا في اعتقادي ان هذا قد لا ينجح بشكل كبير، لان هناك مصالح جوهريه لكل طرف في اوكرانيا. روسيا تعتبر ان اوكرانيا هي جزء من امنها الحيوي المباشر، وهناك ايضا ارتباطات حتى على المستوى يعني الشعبي حتى بين شرق اوكرانيا وبين روسيا. ايضا الغرب ايضا لديه مصلحه في محاوله فك اوكرانيا من المدار الغربي وضمه الى مدار اوروبي في اطار التحجيم والصراع الاستراتيجي مع روسيا، لكن على الاقل ستظل الحرب بالوكاله هما بينهما، بمعنى ده انا كنت عايز اسال حضرتك فيه كسؤال الاخير لهذا الملف. الصراع بين امريكا وروسيا زي ما حضرتك ذكرت هي حرب بالوكاله خارج يعني خارج حدودهم، الى اي مدى يمكن ان تستفيد المناطق اقليميا من حاله الهدنه بين امريكا وروسيا، ام انها هدنه يعني شكليه ولفظيه بين الجانبين لكن ستستمر الحروب بالوكاله في المناطق وكل منطقه بنفوذها او كل دوله بنفوذها المختلف؟ صحيح، هذه نقطة مهمة، لأن يعني البلدان حريصان على عدم الصدام المسلح، وبالتالي البديل هو الحروب بالوكالة في كثير من الأزمات، خاصة الأزمات نفسها حروب أهلية واضطرابات داخلية. يعني مثلا من الساحة الأوكرانية هناك طرف يعني تؤيده روسيا، وهناك الطرف في المقابل الحكومة الأوكرانية تؤيده أمريكا والدول الغربية، وبالتالي هذا يدعم هذا الطرف سياسيا عسكريا اقتصاديا، وبالتالي ستظل في إطار سياسي الشد والجذب. لكن المشكلة أن هذه حرب الوكالة أدت وستؤدي إلى تعقيد هذه الأزمات في مدها، يعني كما رأينا حتى في أزمات في سوريا في غيرها من صحيح. الأزمات في ليبيا التي كان الاستقطاب الخارجي مغذي للاستقطاب الداخلي وأدى إلى إطالة أمد هذه الأزمات، لكن التوافق الدولي ربما يؤدي إلى يعني فك وانفراج هذه الأزمات خصوصا في أوكرانيا. يعني أوكرانيا الآن الانفراج هي مرتبطة بمدى التوافق والتفاهمات الأمريكية الروسية، خاصة التي يمكن أن تنجم عن قمة الرئيس أو لقاءات الرئيس بوتين بالرئيس صحيح بايدن. هذا ما ستكشف عنه الايام القادمه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ دكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون العلاقات الدوليه وفي الشؤون الامريكيه، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المتابعه.